عقد مجلس المحافظين اجتماعا برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء لبحث الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، فضلا عن متابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتنموية بالمحافظات. فقد تم استعراض تقرير من وزير التموين علي مسلحي حول المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بالمحافظات، كما يتم بحث جهود الوزارات المعنية لزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجانا على مواطني المناطق والقرى الأكثر احتياجا ليصل عددها الإجمالي إلى 1 مليون كرتونة. وللمزيد تنضم إلي مباشرة من مقر مجلس الوزراء سالي سالم مراسلة أونلايف. سالي، أهلا بك ومرحبا. يعني أراك أمام مقر المجلس، تبعتي بطبيعة الحال ماذا دار؟ إليك تفاصيل. نعم، تحياتي لك محمد. بالفعل نتابع منذ صباح هذا اليوم ما يدور باجتماع مجلس المحافظين والذي بدأ منذ ساعتين تقريبا، وما زال هذا الاجتماع قائما حتى الآن، ويترأسه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين. بالطبع عدد من الملفات التي توضع على طاولة اجتماع المجلس وتأتي في مقدمتها كما ذكرت في متن الخبر هو الاستعداد لشهر رمضان الكريم. وفي إطار هذه الاستعداد يستعرض المجلس ما يتعلق بتقرير الدكتور علي مصلحي وزير التموين فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ومدى توافرها في المحافظات المختلفة، وما يتعلق بالسلع الغذائية وتأتي في مقدمتها الزيت والسكر والبقوليات وغيرها من السلع الاستراتيجية، وأيضا مستلزمات شهر رمضان، أيضا ما يتعلق بمعارض أهلا رمضان والتي تقوم الدولة بإنشائها في المحافظات مختلفة لتوفير السلع الاستراتيجية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتنسيق بين الجهات المعنية في المحافظات المختلفة للتعرف على الأماكن الخاصة بهذه المعارض، وأيضا الجدول الزمني لهذه المعارض ليقوم المجلس بالإعلام بعد ذلك عن الأماكن المخصصة في المحافظات ويتم توجه المواطنين إليها لتلبية احتياجاتهم. أيضا ما يتعلق بالحملات الرقابية والحملات التموينية ودور الرقابة على الأسواق المختلفة لمراعاة الأسعار الخاصة بالسلع، وأيضا التأكد من توفير هذه السلع وما يتعلق بالصلاحية الخاصة بها. ما يتعلق أيضا بالتنسيق بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في إطار هذا الدور الرقابي، أيضا توفير اللحوم والدواجن والتي سيتم طرحها لتصل إلى 10,000 طن من اللحوم والدواجن بداية من شهر مايو. أيضا ما يتعلق بالتقارير المختلفة من المحافظين لما قاموا به من هذه الفعاليات والاستعدادات لشهر رمضان. ما يتعلق أيضا بالمشروعات القومية وهو الملف الثاني والأبرز الذي يأتي بعد الملف الأول وهو استعدادات شهر رمضان، يأتي ملف متابعة المشروعات القومية والتنموية التي تقوم كل محافظة بتنفيذها مع الجهات المعنية. وأخيرا والذي يندرج تحت الاستعدادات لشهر رمضان هو ما يتعلق بكراتين السلع الرمضانية والتي يتم توفيرها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، ويتم التنسيق بين المجلس وعدد من الوزارات وهي السياحة والأوقاف والبترول، وتقوم وزارة الأوقاف بتبني وتوزيع هذه الكراتين على المحافظات المختلفة والتي ستصل عددها إلى 1 مليون كرتونة لذوي الاحتياجات والأكثر احتياجا في المناطق المختلفة في المحافظات المختلفة، في انتظار انتهاء اجتماع مجلس المحافظين ليخرج عدد من الوزراء وعدد من المحافظين ببعض المؤتمرات الصحفية وبعض التصريحات الخاصة بما تم مناقشته فعليا وما تم الوصول إليه وما تم تحديده بالأرقام من استعدادات لشهر رمضان، وأيضا ما يتعلق بالمشروعات التنموية. في انتظار ذلك أعود إليك محمد مرة أخرى. ونحن أيضا سنكون في انتظارك بعد انتهاء هذا الاجتماع مرة أخرى. شكرا جزيلا سالي سالم مراسلة أونلايف.